يسعد صباحكم، معكم أسماء دعيس أخصائية التغذية. اليوم رح نحكي عن الرياضة. من المعروف أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بترتبط بالعديد من الأثار الصحية الإيجابية للجسم، مثل تقوية العضلات والعظام والقلب والرئتين والمساعدة في الوقاية من أمراض معينة، لكن غالباً بتم تجاهل فوائد النشاط البدني على الصحة العقلية. مؤخراً زاد معدل القلق والاكتئاب في جميع أنحاء العالم، وكثير من الأشخاص رح يستفيدوا من الآثار الإيجابية للتمارين الرياضية على الصحة العقلية. إذن كيف بتأثر التمرين على الدماغ؟ بعتقد البعض أن التمارين الرياضية هي مجرد حركات لتقوية العضلات، لكنها في الحقيقة سلسلة كيميائية معقدة بتحدث داخل الجسم في كل مرة بتمارس فيها الركض أو بتروح فيها للنادي الرياضي أو بتشارك في أي نشاط بدني. هي عبارة عن سلسلة كيميائية مسؤولة عن العديد من التأثيرات الإيجابية على الدماغ. الرياضة بتساعد على إطلاق الناقلات العصبية مثل الإندورفين والدوبامين اللي بتلعب دور مهم في الشعور بالسعادة، بالإضافة إنها بتنظم معدل ضربات القلب. الرياضة أيضاً بتعزز سرعة الاستجابة العصبية، يعني بتحسن من قدرة الدماغ والجهاز العصبي على سرعة الاستجابة للمنبهات الداخلية والخارجية، وبالتالي بتساعد في تعلم مهارات وأنشطة ولغات الجديدة، بالإضافة لأثارها في تعزيز الذاكرة والتفكير. الرياضة بتساعد في زيادة تدفق الأكسجين للدماغ. لما يبدأ القلب ضخ الدم بشكل أسرع أثناء التمرين، فهذا بيزيد من إمداد الدماغ بالأكسجين، وبنتج عن ذلك تغيرات معينة في الأوعية في الدماغ، وهذا بيحسن من القدرة على التعامل مع الأمور المتعلقة بالتفكير التحليلي والتفكير المرن وضبط النفس. في دراسة أجريت عام 2021 على 48 شخص بيعانوا من ضعف إدراكي خفيف، لاحظ الباحثين تأثير التمارين على تدفق الدم إلى المخ، وهو الجزء الأكبر من الدماغ والمسؤول عن الوظائف الفكرية العليا والنبضات الحسية والنشاط الحركي. ووجدوا أن التمرين المعتدل الشدة لمدة عام واحد زاد من تدفق الدم في المخ وقلل من خطر المزيد من التدهور المعرفي مثل مرض ألزهايمر والسكتة الدماغية. الرياضة أيضاً بتخفف من التوتر. أكيد جربت ترجع من العمل للمنزل في يوم عمل مرن وقررت أنك تمشي لبعض الوقت وفجأة شعرت ببعض الراحة. يعتقد أن التمرينات بتقلل التوتر عن طريق تقليل مستويات الهرمونات المرتبطة بالتوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين. في الدراسات اللي أجريت على الحيوانات تبين أيضاً أن التمارين المنتظمة بتوفر مقاومة لمختلف الضغوطات، ومن ضمنها دراسة أجريت عام 2015 على عينة من الشباب اللي استمروا على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة من التمارين المتوسطة الشدة، وكانوا أكثر مرونة بكثير في مواجهة الضغوطات الحادة من أولئك اللي ما بيمارسوا الرياضة. الرياضة أيضاً بتساعد على تحسين الثقة بالنفس. هناك أثر إيجابي على الصحة العقلية مرتبط بممارسة التمارين الرياضية، هي تحسين الصورة الشخصية الإيجابية والثقة بالنفس. لذلك يمكن أن يكون النشاط البدني طريقة رائعة لتعزيز احترام الذات والشعور بالرضا. من الفوائد الثانية للرياضة تأثيرها على مزاجك العام. أداء النشاط البدني المنتظم بيرتبط بمزاج أكثر إيجابية وتقليل الأفكار السلبية، فإذا كنت بتشعر بالإحباط فأنت على بعد تمرين واحد لحتى تحصل على نظرة أكثر إيجابية والتغلب على مشاعر الاكتئاب الخفيف. الرياضة أيضاً بتعزز النوم بشكل أفضل. من أهم الأمور اللي بتساعد على الحفاظ على الصحة العقلية هو مدى جودة النوم في الليل، وعلى الرغم من أنه وجود عدة عوامل بتأثر على جودة نومك، لكن مستوى النشاط البدني هو الأكثر تأثيراً. وبغض النظر عن نوع التمرين فبالتأكيد رح يحسن كفاءة النوم ومدته، إضافة إنها بتساعد في تحسين وقت استجابة النوم أو الوقت اللي بتستغرقه لحتى تنام. اللياقة البدنية ما بترتبط بكم كيلو ممكن تخسر، لكنها بترتبط بشو ممكن تكسب. تابعونا في حلقات تانية لجديد من المعلومات.